مريم، ودعونا نشاهد هذه الصور. هي طالبة جامعية مصابة بمرض السرطان، وهي تظهر بالصورة وهي تؤدي امتحانات الدور الثاني رغم إصابتها وتراجع وضعها الصحي. تلك صور مليئة بالأمل، لعلها تكون رسالة للأصحاء الذين يفقدون الأمل ولا ينتبهون إلى الصحة التي أنعم الله عليهم بها. وهي رسالة أيضا لكل يائس ومحبط أن يثابر ويحاول، وأن يأخذ بزمام العزيمة، وأن يتحدى بإرادة صلبة وصولا إلى أهدافه، حتى وإن نهشه المرض وظل يحاصر جسده، فإن الإرادة الإنسانية في النهاية هي التي ينبغي أن تنتصر. إرادة الحياة أقوى من أي إرادة أرضية أخرى.